الأنام. أولا إذا رأيت لون الأصفر، إن كان لون الثياب أو القماش أو الجدار أو السقف أو الأكل طعام بلون أصفر، فإنها تدل على الحسد. نعم. وإذا رأيت أن شخصا يسرق بيتك أو لصوصا موجودون في البيت، فتدل على الحسد. وإذا رأيت الثعبان والعقرب في المنام، تدل على الحسد. نعم. وإذا رأيت رؤية يعني الإبرة ووخز الإبرة في الأصبع أو الجسم الإنسان والأذى منه أو ضرر منه، تدل على الحسد. نعم. وإذا رأيت عقد مربوطة أو خيوط متشابكة في المنام، تدل على الحسد. أو إذا رأيت في المنام اليهود، لأن اليهود مشهورون بالحسد، الحسد والبخل. نعم. أو إذا رأيت في البيت حريق، شخص يحاول إشعال النار في البيت، تدل على الحسد. أو إذا رأيت شخصا يحاول إطفاء الطبخ، يعني الطبخ مشتعل فيه نار، يحاول هذا الشخص إطفاء هذه النار، فهذه الحلم تدل على الحسد. نعم. إذا رأيت السموم في الأكل والشرب، تدل على الحسد. أو إذا رأيت نجمة ثلاثية الشكل على الجدار أو ورقة أو قماش أو سقف، فهي تدل على الحسد. نعم. أو رؤية الخشب في المنام، خشب في المنام، تدل على الحسد. وأي نعم. أو رؤية البئر مظلمة وعميقة، تدل على الحسد. نعم. أو رؤية الذباب وزنابيل، تدل على الحسد. نعم. رؤية الصراصير في الحلم. نعم. رؤية ثقوب بجميع أنواعها، ثقوب خاصة إذا كان الثقوب دائرية الشكل في الجدار أو سقف أو القماش أو ثياب على شكل دائرة ثقوب، فتدل على الحسد. نعم. رؤية عضة الكلب والكلاب المسعورة، تدل على الحسد. رؤية الضب في البيت، رؤية القطط السوداء اللون إذا كان لون عينها حمراء أو صفراء وينظر إليك مباشرة، تدل على الحسد. نعم. رؤية الغراب والحدأ، نوع من الباز أو نوع من الصقور، إذا رأيته في الحلم، تدل على الحسد. نعم. رؤية شخص ينفخ وينفذ ونفث ينفذ في الحلم، تدل على الحسد. نعم. رؤية الخنازير والحمار في المنام، تدل على الحسد. نعم. رؤية الدبابيس دبوسة في الحلم، تدل على الحسد من الأصدقاء. نعم. رؤية سقوط الشعر في المنام، تدل على الحسد. نعم. رؤية الغثيان والتقيع، شخص يتقيع أو عنده غثيان ولا يستطيع التقيع، فتدل على الحسد. نعم. رؤية القبور والبيوت المهجورة في المنام، تدل على الحسد. نعم.
رؤية البوم والخفافيش في المنام تدل على الحسد. رؤية صلع أو منطقة صلع في الرأس نتيجة داء ثعلب، إذا داء ثعلب إذا رأيته في الحلم تدل على الحسد. نعم. رؤية شخص يشار بالأصبع، إشارة بالأصبع أو تلميح فتدل على الحسد. نعم. رؤية حدوة الفرس، فرس الحصان يعني الذي يوجد في قدمه حدوة الفرس تدل على الحسد إذا رأيته في الحلم طبعا. نعم. رؤية نساء يلبسون ثياب سوداء اللون تدل على الحسد. نعم. وهكذا شرحت لكم الأحلام التي تدل على الحسد تقريبا 30 رؤية أو الحلم. نعم. سوف نشرح في الفيديو القادم الشفاء من الحسد، رؤية بعض الأحلام تدل على الشفاء من الحسد والعين إن شاء الله في الفيديو القادم. وشكرا لكم.